بين الصفحات ومنها إلى الفضاء والناس والأحلام. سنتان تمر مرور السحاب هي عمر الجزيرة توك. فلنلخصها، أن تكتب هذه الحروف ستظهر لك هذه الصفحة، هي إذن الموقع، لكنها بعض منه مما سيكون بمتناول يدك. بعد مرور عامين على افتتاح موقع الجزيرة توك، أود أن أتحدث عن ماذا قدمه لي هذا الموقع وعن تجربتي الشخصية فيه. هذا الموقع علمني بالدرجة الأولى أن الإنسان العربي قادر على الفعل من خلال نظرية إمكانية الفعل التي أطلقها القائمون على هذا الموقع، حيث استطاع الموقع بمجموعة قليلة من الشباب بإمكانيات بسيطة أن ينتزعوا لقب ثاني أفضل مدونة على مستوى العالم. نعم، هنا بالضبط هو المنتدى. وأي منتدى؟ من الوزير إلى الغفير، كيوم حج الناس كأسنان المشط خيرهم، وصاحب المشاكسات. لو نتكلم عن جزيرة توك، فأنا بعتبر نفسي أن أنا من الأعضاء المؤسسين في المنتدى، يعني ابتديت كتابة في المنتدى من بداية المنتدى. المنتدى فتح لي زي ما فتح لناس كتيرة باب جديد، يعني كلنا واخدين على أساس أن احنا بنتفرج على القنوات، إذا كانت الجزيرة أو غير الجزيرة، ما فيش انتراكتف مع القناة، ما فيش تفاعل. المنتدى مع تطور الصحافة الإلكترونية ومع تطور البلوجينج ومع تطور كل التطورات اللي حصلت ديت، كانت مبادرة كويسة من فريق الجزيرة، من عدد من أعضاء نواد في الجزيرة، إن هم أطلقوا الجزيرة توك. فيديو توك جزء يحتل صدر الموقع ويقف بفخر ليستقبل الداخلين. إنه يقول لك عندما تدخل: من هنا سيكون الإعلام الجديد. على الإنترنت سترى الصورة والمكتوب كما ستراه يوما ما على هاتفك النقال. يعني عايز أقول تاني إن هي كان أهم مكسب أو أهم إنجاز حققه الموقع هو روح الشباب اللي موجودة، وإنه في حوالي أكتر من 50 أو 60 شاب دلوقتي بيكتب معانا في الموقع دوت. وأنا شايف إن ده أهم إنجاز، بغض النظر عن مدى جودة المحتوى اللي ممكن نتناقش فيها. المغاربة الأكثر زيارة لها بعد سكان فلسطين. إمكانية الفعل والقدرة على التغيير شعارها، والشباب رهانها. من خلال التدوين بالقلم والصورة والتفاعل بين القارئ والمدون، منحت للمواطن فرصة للتعبير عن نفسه ومحيطه، فاستحقت بذلك حمل لقب أفضل مدونة في العالم العربي. هل تعرفون؟ هذه الصفحة تأخذ الوقت أخذه. في البداية سنجتهد بتركيب صورة واحدة أو أكثر ليكون المقال أكثر تشويقاً. أن تصنع صورة مركبة يعني أنك تكتب مقالاً جديداً بالفن. لكن انتظروا، قبلها سيقوم أصدقاؤنا في الفريق بجلب المقال من المراسل بعد الاتفاق على النشر. المقال صار عندكم. أنا ألا كراجة، مراسلة الجزيرة توك. نطرح هنا سؤالاً أسبوعياً جريئاً، وندعوكم للمشاركة بآرائكم بحرية مطلقة على شكل فيديو لا يزيد عن 30 ثانية. نختلف كثيراً ومن ثم نتفق على تسمية تغطية بعينها، ونفرد في تغطياتنا مساحات لكل ما يسمى إعلاماً. يقولون يحملون أصحاب المخابز المسؤولية ببيعهم الطحين المدعوم الذي يحصلون عليه بضعف سعره في السوق الحرة. القوة التي اكتشفها غاندي غيرت القرن العشرين.
نكون عند باب الأفكار وثورة بلا عنف، وسنكون هناك حيث غزة والمعبر. على أعتاب السنوات الخمس لاحتلال العراق، وبين جوع الناس إذ ترتفع الأسعار، ونحن مستمرون. بعد سنتين من عمر الجزيرة توك، أحببت أن أشكر جميع القائمين على هذا المشروع، كما أود أن أقول بأنني تشرفت بالتعرف على مجموعة الشباب من مراسل الجزيرة توك في مختلف بلدان العالم، وأود أيضا أن أسجل افتخاري واعتزازي بأن أكون من أوائل المنضمين لهذا المشروع الناجح، وأسأل الله لنا المزيد من التقدم والتطور والنجاح بإذن الله تعالى. الجزيرة توك، إعلام ينبض شباباً.